الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا أن نتذكر بعض من آيات الله سبحانه وتعالى تحت عنوان اسمه الحرية. ندرس في هذا البحث الحرية في الإسلام وبأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا، مخطط البحث مقدمة للثناء على الله سبحانه وتعالى المستحق لهذا الثناء العظيم الذي أعطانا هذه الحرية، وأتبعه بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الثاني، إن بحث الحرية يندرج تحته تعريف الحرية لغة وتعريفها اصطلاحا. ثالثا، من هو الحر؟ رابعاً، أنواع الحرية في القرآن الكريم. خامساً، تفصيل هذه الأنواع: حرية في الذات، وحرية في العقيدة، وحرية في الخلافة. رابعاً، خاتمة: ما معنى الحرية الحقيقية المطلقة؟ والختام مسك إن شاء الله تعالى. نبدأ بأولاً الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا يليق بمن ثبت له القدم، وأوجد الكون من العدم، وأغرق عباده بكل أصناف النعم، وأسبغ عليهم جميع أنواع الكرم. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الملك كله. سبحانك ربي لا يظلك فوق، ولا يغلك تحت، ولا يقابلك حد، ولا يزاحمك عند، ولا يأخذك خلف، ولا يحدك أمام، ولم يظهرك قبل، ولم يفنك بعد، ولم يجمعك كل، ولم يجدك كان، ولم يفقدك ليس. يا من وصفه لا صفة له، وفعله لا علة له، وكونه لا أمد له، تنزه عن أحوال خلقه، ليس له من خلقه مزاج، ولا لفعله علاج. يا من باينت خلقك بقدمك كما باينوك بحدوثهم، إن قيل متى فقد سبق الوقت كونك، وإن قيل هو فالهاء والواو خلقك، وإن قيل أين فقد تقدم المكان وجودك. الحروف آياتك، ووجودك أثباتك، ومعرفتك توحيدك، وتوحيدك تمييزك من خلقك. ما تصورك في الأفهام فأنت بخلافه، كيف يحل بك ما منك بدأ، أو يعود إليك ما من قدرتك نشأ. لا تقابلك الظنون، ولا تماطلك العيون، قربك كرامتك، وبعدك إهانتك، علوك من غير توقل، ومجيئك من غير تنقل. أنت القريب منك، القريب مطيع، والبعيد عنك عاصٍ. أنت السميع البصير الذي ليس كمثلك شيء، ليس في السماوات السبع ولا في الأرضين السبع مدبر غيرك. ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل الله أحمد، أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأجداد، صاحب النسب الشريف والسلالة الطاهرة، نسبا كأن عليه من شمس الضحى نورا، من فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيد، حاز المكارم والتقى والجودا. قال فيه من لا يؤمن به: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت فيه أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان الخليقة دينا. فاصدع بأمرك، لا عليك غضاضة، وافرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. بحث الحرية. أولا، تعريف الحرية لغة واصطلاحا. وكنت أود أن أستمع إلى شرح الحرية التي طرقت آذاننا منذ 50 عاما، ودفعت ثمن هذا البحث 17 يوما في فرع أمن الدولة، لأني قلت كلمة واحدة ولم أقل البحث كله. كان بودي ممن كان يعلنون هذا الشعار عشرات من السنين أن يشرحوا لنا الحرية، فها نحن سنشرحها بديننا. فهل شرحوها بدينهم؟ هل وجدت إنسانا منذ 50 عاما
شرح معنى كلمة حرية، ما سمعت بذلك، لكنني حينما قلت ما قالوا كلمة واحدة اعتقلت 17 عاما في الزنزانة. الحرية أيها الأخوة هي مصدر الحر، وهي من الناس خيارهم. أنا أقول تعريف لغوي، حينما أقول حرية هم خيار الناس، والمرأة الحرة أي المرأة الكريمة، وأما اصطلاحا فتعبير عن رأيك بلا منازع دون استبدال. قال تعالى فشاورهم في الأمر. الحر لغة هو غير المملوك، أي لا يحكم رقبته أحد، وحرره يعني أعتقه. والحر من كل شيء، كل حينما أقول هذا الجامع حر، هذا المنبر حر، هذه الساعة حرة، خيار كل شيء أكرم ما فيه اسم الحر، أكرم ما فيه. كلمة تمنيت أن يعرفها الذين ينفخون في أبواقهم 50 عاما ووالله والله لا يعرفون معناها، وأقسم بالله على ما أقول. الحر من كل شيء أي أكرم شيء فيه، وأما حر المال أكرم ما في المال، كما قال شرح هذا الكلام سيدنا عمر حينما أرسل جابر الغنم قال إياك وكرائم أموالهم، يعني كبش السمين أفضل شيء اسمه كرائم أموالهم. أما الحر من البقول هو ما يؤكل من غير نظف، يعني لا يحتاج نظف، فستق حلبي، لوز، جوز، فستق، هذا اسمه حر. الحر من البقول الذي لا يحتاج إلى طهر، يعني ما تطهي ما تطهو. الحر بالنسبة للدار هو وسطها أفضل شيء فيها، دار فيها بحر، فيها أشجار، فيها ورود. الحر بالنسبة للدار هو وسطها وخيرها. رملة الحرة، الرملة حرة يعني لا طينة فيها، صافية شفافة. الحر من الطين والرمل الطيب، هذا الكلام من تاج العروس في شرح القاموس، شرح القاموس. الحر من كل شيء فاخره. الحر من الاقتصاد، هذه المسألة تهم أخواننا الذين يدرسون تجارة. الحر من الاقتصاد المال الذي لا يؤخذ عليه ربا، إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر علاجها. الحر من المال هو الذي لا ربا فيه، وحر رقبته أفرد الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن، إني نذرت لك ما في بطني محررا خالص مشفى لله لا تشبه شائبا. هذا كله من الحقيقة. أما من المجاز، الحر من المجاهدين، والحر من الثوار، والحر من الأخوة الجيش الحر، والحر من جبهة النصرة، والحر من الثوار. من هو؟ هو المجاهد الذي لا يتقيد، لا يخرج لغنائم، يخرج لله. الحر من الثوار هو الذي لا يعول ولا يفتش ولا ينتظر غنيمة. الحر من الثوار الذي يعلنها صرحة صريحة لله خالصا، هذا الحر الثوار، ولا لتشبيح ولا لتشبيح. والحر من الجيش الحر الذي لا يمرر تهريب مازوق. الحر من الجيش الحر هو الذي لا يسمح بالتهريب إلى أولئك المعروفين. هذا هو الحر، هو قام لله، هذا هو الحر. إني نذرت لك ما في بطني محررا خالص لله سبحانه وتعالى. من وجد في نفسه شائبة بجهاد أو ثورة أي شيء فهو ليس حرا، هو قيد بالمال، هو قيد بالغنيمة، هو قيد بالتشبيح، هو قيد بالتشبيح، هو قيد بالتهريب. الحر الذي خرج عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. أما من المجاز أيضا، الحر هو الفعل الحسن، والحر من الطيور هو البازي الصقر. يعني قال أبو إسحاق الشيرازي سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل.
قيل أبعد الناس سفرا، لو أردت أن أسافر أبعد سفر في الكون أين؟ أمريكا، أوقيانوسيا، جزائر غرينلاند، كندا؟ لا. قيل أبعد الناس سفرا من كان سفره في طلب أخ حر. قيل قال فضيل سفيان، فضيل العياض فضيل لسفيان الثوري: دلني على أركن، على من أركن إليه. قال: ضالة لا توجد. قيل للفيلسوف: ما الصديق الحر؟ قال: اسمه بلا مسمى. الحرية لا تستورد استيرادا. نعم، الحرية لا تنال هكذا. وللحرية الحمراء باب، لكل يد مبرمجة يدق. لو استوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق. من هو الحر؟ هذا مسألة، هذه مسألة. الحر، أعرف الحر الآن. هل الشبيه حر؟ هل العوائل حر؟ هل المخبر حر؟ هل نتصل مع نقطة حر؟ اسمع إلى الجواب. هو نبي الحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموال. ولكم ضمائر لو أردت شراءها لملكت أغلاها بربع ريال. شتان بين مصرح عن رأيه حرا، وبين مخادع خدال يرضى الدناءة كل نزل ندل ساقط، إن الدناءة شيبة الأنزال. قال بشار بن برد: والحر يعطيك عفوا من فواضله قبل السؤال، وسيب العبد منكود. قال الأصمعي: لعمرك ما الرزينة فقد مال، يعني يصير مو فقدنا، ولكن الرزية فقد حر يموت الموت خلق كثير. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت الموت خلق كثير. الآن أنواع الحرية. الحرية أنواع ثلاثة، وهذه الأنواع الثلاثة صدرها القرآن الكريم أولا لأن يكون الإنسان حرا، أن تكون ذاته حرة لا يقيدها هذا الشيء إطلاقا. ذات الشيء حر يعني ليس عبدا. كيف يكون حرا وكيف يكون عبدا؟ قرأت الآيات القرآنية الآن في سورة المائدة، رقم الآية 20 في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. أنبياء جعل فيكم، مو كلكم أنبياء، أما ملوكا أصبحتم أحرارا بعد أن تحررتم جسديا من فرعون من البر. حينما أهلك الله فرعون باليم تحرر بنو إسرائيل فأصبحوا مالكي أنفسهم. فالحر لا يملكه، لا يملكه أحد. الحر ليس عبد لفلان فلان، الحر ليس مستخدما. هذه الآية الكريمة تقول ملك. وإذا كان الإنسان مالكا لنفسه أي هو حر، ومن علامة الحرية أن لا يقيده شيء، لا يستطيع المخابرات أن يمتطي داره ليأخذه عنوة. إذا هو ليس حر، هو عبد، هو أجير، هو مستخدم، هو رقيق. الحر قال العلماء جميعا: الحر من لا يستطيع إنسان أن يدخل داره إلا بإذن. الحر هو متحرر من عن أن يمتطى داره، أن يستعلى عليه، أن يساق ويزج ويزج في السجون عشرات السنين ولا يدري إلا. هو ليس حر. إذن هذه الآية تتكلم عن حرية الجسد، هذا معنى ملك. الإرادة تملكها أنت، لا يقيد إرادتك شيء في الكون، لأن كلمة ملك تملك نفسك، وملك تملك نفسك وتملك البيت والسيارة والمتاع. وأما الملك فليملكك ويملك ما تملك وهو الله. الله قال في القرآن: لله ملك بالميم، ضم الميم، ضم الميم هو ملك عام لواحد والله. أما ملك يعني أنا أملك نفسي وأملك سيارة، أملك بيت، أملك بستان، أملك قصر، أملك دار، هذا اسمه ملك. أما مالك يعني أنت حر، جعلكم ملوكا، أي كل واحد منكم أصبح مالك نفسي. قال تعالى: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. إذا الملك
هو تملك نفسك، الملك تملك شيء آخر، الملك يملكك ويملك ما تملكه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حينما حرر، فكل حر هو ملك، ملك يعني ملك، ملك يعني ملك نفسه، لا أحد يقيده إطلاقا. إذا وجدت إنسانا يسوقك إلى السجود منذ عشرات السنين فاعلم أنك رقيق، أنت عبد لست حرا، لأن نفسك لا تملكها أنت. لا يستطيع من كان يملك نفسه أن يدخل بابه أي أحد قدامه وأن يقرع هاتفه ويقول تفضل عني، إذا أنت لست حرا. هذه الآية في سورة المائدة دليل على ذلك. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، أي أحرار، بعد أن حرركم من القبط وحرركم من فرعون. نعم، هذا معنى الحرية الشخصية، وهذه الآيات دليل عليها، ولا أريد أن أتوها لأن الوقت قد يطول بنا. قال عليه الصلاة والسلام مصداقا لما أقول: من أصبح آمناً، أنت لست آمن ما دام هناك مخابرات يعتقلونك فأنت لست حر ولست آمن. هذه الآية في سورة المائدة يشرحها عليه الصلاة والسلام قائلاً: من أصبح آمناً في سره عنده قوت يومه معافاً في جسده فقد حيزت له الدنيا وما عليه. هذا معنى الحرية. هذه الحرية الأولى، ألا يستهين بك أحد، ألا ينتظيك أحد، ألا يستعلي عليك أحد. ما كانت سوريا حرة منذ 50 عاما، كانت الحرية مماتة منسوخة ممحوقة غير موجودة في بلادنا منذ 50 عاما. الحر من هذا القرآن نص على ذلك. اقرأوا هذه الآية التي رقمها 20 في المائدة، هي تتكلم عن حرية الجسد التي فقدناها منذ 50 عاما. قولوا لحزب البعث اشرح لنا الحرية يا بعث، وحدة حرية اشتراكية كانت أولى أن تكون بك، وحدة حرمية اشتراكية. المسألة الثانية في الحرية حرية الاعتقاد. ما قيد الله إطلاقا أحدا باعتقاده، دليلي على ذلك هذه الحرية الثانية، هذا نوع آخر من الحرية في القرآن الكريم في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما معنى هذه الآية؟ معنى كلمة الإكراه، يقول الإمام البيضاوي: الإكراه وإلزام الغير فعلا لا يرقيه خيرا، جعله ذاك راهية، ولا يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهة من الفعل المدعو إليه. لا إكراه في الدين، لا يكرهك أحد أن تسجد لفلان ولفلان، ربي ربنا هو واحد الذي أثنيت عليه، والله سبحانه وتعالى هو رب واحد. أما أن تكره الناس هذا ليس حرا. جعل الله حرية الاعتقاد منوطة بكل إنسان يشوف، جعل الله الناس أحرار. وسأقرأ لكم هذا الكلام، سبب اسمعوا إلى سبب نزول الآية. عجيب الدين، دين عجيب، وأقسم بالله العظيم من أعرض عن هذا الدين هل هو من بين البشر؟ أطلق حريتك أن تختار ما تشاء من العقيدة، لن يلزمك بعقيدة ما. سبب نزول الآية انقلوها إلى حزب البعث، حرية الاعتقاد. قال تعالى: لا، هذا النوع الثاني، لا إكراه بالدين، أي لا تكره أحدا. سبب نزول الآية أن أنصاريا كان له ابنان ولدين يتنصرا قبل المبعث، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما، يعني أبو صالح مشي معهم، ماشي معهم، ما يفرقهم، خاف يحبوش عقيدة فاسدة. فقال: والله لا أدعهما حتى تسلما، أنصاري من الأنصار أهل المدينة، لا أدعهما حتى تسلما، الأولاد حريص عليهم. فأبيا، الأولاد أبو فرد. ثم فاختصموا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري: أيدخل بعضنا بعض يمي؟ ادخل النار وأنا أنظر إليه.
فنزلت هذه الآية ترد على صالح، قل تعالوا قد تبين الرشد من الغي، أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ ما مع ذلك؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، في سورة هود رقم 99. وعلل ذلك ليش ما بنكرههم؟ جدرة هو ربنا الله. وعلل ذلك أنه لا ينبغي أن نكره أحدا لأننا أحرار، عقيدتنا تعطيك الحرية، ادخلوا هذا الدين الشريف العظيم الذي يحارب من كل المجرمين. وعلة ذلك أننا لا نكره أحدا، يجد فلان ما يجد فلان. وعلة ذلك أنه قد تبين الرشد من الغي، ليش نكره؟ إذا فالمسألة واضحة، لماذا نكره الناس وقد وضح أمامه الحق والباطل بعد أن بين الله الآيات والبينات الدالة على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي يوصل إلى الشقاء السرمدي. إذا لماذا نكره؟ والعاقل متى تبين لهم ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان، طلبت للفوز بالسعادة والنجاة، فلم يحتج إلى إكراه. لا أكره في الدين، ليش لا أكره؟ خلاص واضح بيه، ما بديش ما بدي من جهة مجازي، لا أكره. الله لا يكره أحدا، هذه الحرية الإنسانية، الحرية روح الجسد، ثانية حرية الاعتقاد. فلم يحتج إلى إكراه ولا إلجاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الكهف 29. ولو شاء الله تعالى لقسمهم على الإيمان قسرا، ولكنه لم يفعل، وبنى الأمر، الله بنى الأمر على الاختيار، فلم يجري أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار. قال أحمد بن خضروي: الطريق واضح، الطريق واضح، والحق لائح، والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلى من العمى؟ ما جاء الإسلام يلغي أحدا على التكليف، ولكن رحمة منهم، خيرهم، بل جاء. لماذا جاء إلى الإسلام؟ لماذا جاء؟ سؤال نسأله لمن أعرض عن هذا الدين وامتضى أحزابا كافرة ملحدة مجرمة صليبية صهيونية فاسدة مرتدة كافرة مارقة، كل هذه الصفات والله مجتمعة فيه. اسمعوا لماذا جاء الإسلام. جاء الإسلام ليحمي الناس من القوة التي تسيطر عليهم، يعني حتركه تفكه اعتقه ما بتعقده يخليه تصل على المفتدة. نحن نأكل. جاء الإسلام ليحمي الناس من القوة التي تسيطر عليهم حتى لا يكل واحد على ترك دينه، وهو حر بعد ذلك في المسلم أو لا المسلم. وكانت الحروب لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرها، هؤلاء يقول لهؤلاء ارفعوا أيديكم على الناس، هذا جاء الإسلام، واجعلوهم أحرار، روقوا يختار شو ما بده. عندك صينية فيها كفر وفيها إيمان، نعم اللي بدك إياه، عندك طاولة فيها بول وفيها دم وفيها عسل وفيها عصير تفاح، نعم اللي بدك إياه، صحتين، هذا جاء الإسلام. دعوهم أحرارا يختارون ما يشاؤون من الدين المناسب، وتركهم الإسلام أحرارا لأنه واثق، الإسلام واثق أن الإنسان ما دام على حريته في أن يختار، فلا يمكن أن يجد إلا أن يجد الحق واضحا فيختاره. إن الله، اسمعوا لديننا، إن الله يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب، لا رضوخ قوالب. هذا الذي يسمى مجلس الشرف، مجلس الشعب، يكتفون بهزم الكتاب، شو ما حكى بزفونه. نعم، عيب الحرية. إن عقولهم مقيدة مربوطة بجنازير مكبلة بقيود لا يستطيعون أن يفكوا عنها لأنهم عبيد لهم. إن الله يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب، فالذي يجبر الناس على الإيمان بالقربان لن يتبعه أحد، لأنه هو نفسه غير مؤمن بما يفرض على الناس، ولو كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسم. إنهم سيقبلون عن طواعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق. فنجد أن النظم كلها لا تستثني أحد، وليس فيهم من فتى يطيع هذه النظم، فنعمة الله على الجميع.
والحكومات التي تفرض مبادئها بالصوت والقهر تتساقط تباعاً. فعندما تتخلى هذه الحكومات عن الصوت والبطش فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار. فقد كان ضرورياً تأخير القتال في مكة 13 عاماً لنكون قدوة لغيرنا، لنكون أسوة لغيرنا. هذا هو السبب لإدمار ما فرض القتال بداءً. فالذي يتخلى عن هذه الطريقة الإلهية والسنة الربانية في الدماء غفلوا عن قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي من شر إثار جهنم. فهذا ما حذر الله منه في سورة الشعراء قائلا بالسوء الآية 4 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. تقطع رؤوسهم تنزل آية غصبا عنهم، بس ما هذا شأن الله سبحانه وتعالى وما هذا شأن القرآن. هذا ما حذر القرآن منه أن يكون هناك إجبار بالصوت بالعصاية بالكفار. هل تعلمون أن هناك في سجن تؤمر من كان يعني لا يرى كثير، يعني لا يستطيع أن يرى وعيناه لا تسع رؤية بالكربان ديفولت بالكربان؟ أين في هذا؟ قد تبين الرشد من الغي حذر الله قائلا. لو أراد الله أن يحمل الناس قسرا على الإيمان لحملهم. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن الله لا يريد أعناقا خاضعة، ولو أراد ذلك لما استطاع أحدا أن يخرج عن قدرته. ولو قلنا لصاحب هذا المبدأ اطرح هذا المبدأ على الناس واترك لهم الخيار، لأن في هذه الحالة سيكون واثقا مبدئيا فيما تطرق أيديهم عن استعمال السلطة. أما السلطان فإن مبدأ أمره سيهزم وسيسقط بنيانه سريعا. المعنى الثالث، إذا ست معاني الحرية في القرآن. المعنى الأول: أنت حر، لا يدخل أحد بيتك، لا يأخذك أحد، لا تغيب في غياهب السجون في الأبواب عشرات السنين، تدخل طفلا وتخرج كهلا، تدخل غير نابت الشعر وتخرج شايب الشعر. أين الحرية؟ اشرحوها، قولوا لحزب البعث أين الحرية؟ 50 عاما وأنتم تتبجحون بكلمة حرية. والله العظيم حفظت كتاب الله، حفظت كتاب الله عن ظاهر القلب عن عدة روايات وفهمته، وفهمت كثير من علمك من في كتاب الحرية. من كان عنده شرح للحرية يجيبني يا أخي، أنا لا أفهم معنى الحرية التي يقولون لي شو معناها؟ لا. المعنى الثالث وأهم معنى، أذكر الآن آية في القرآن الكريم على المعنى الثالث. قيلت في الأمم المتحدة إن هذه الآية التي سأقولها الآن لو أخذ العالم كله لعاشت البشرية بمنتهى السعادة. ما هذه الآية؟ المعنى الثالث حرية التنقل في الأرض. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. الأرض كلها إذا أطلقت الأرض في القرآن ما قيدت بحدث، إذا الأرض كلها والأنام كلهم لا يسمعوا يا عالم يا مسلمون، اسمعوا لهذا الشرف. جعل الله لك الأرض كلها مسرحا تتنقل حيث تشاء، لكن السلطات الجائرة الحكومات الملحدة المارقة هي التي وضعت الحدود لأنفسها وحجزت الناس في أماكن مثلث واحد متوازن الأضلاع، أراضي معوجة. سأذكر الآن أخطر شيء في القرآن الكريم غفل الناس كلهم عنه. الأرض، قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. الأرض كلها والأنام كلهم، الأرض كلها الأنام كلهم، لا تحتاج في الإسلام لمكان ولا حظر أن يتنقل الإنسان أي إنسان من الأرض إلى أي أرض، لأن الأرض هي ملك لخالقها، لم يحددها المولى للشعب معين ولا لشخص معين. هذا من المبادئ التي جعل الله خالق الأرض والإنسان للناس كلهم. فلما استحدث الإنسان هذه البدعة، فلما استحدث الإنسان الحواجز والحدود وأقام الأسوار والأسلاف ومنع الأنام من الحركة في أرض الله، نشأ في الكون أكبر فساد. فإن ضاق بك موضع لا تجد عنه بديلا في غيره، وإن عشت في بيئة غير مستقيمة
ليس سبيلك كتب عليك أن تشقى بأموال حياتك شو دمين. والقرآن يقرر خلاف ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم 97 نساء الآية 97 نساء قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ماذا الذي حدد؟ الإجرام البشري، الأيدي الملعونة، النجس الخبيث الكافرة هي التي وضعت هذا الصداع. الأرض وضعها للأنام، الأرض كلها للأنام كلهم. انقلوا هذا حينما قيلت هذه الآية في الأمم المتحدة خلص العالم كله أمام هذه الآية. ولذلك توجه الغرب كله لأن الحرية التي نملكها لا يعرفها البشر كلهم. أرض تتنقل حيث شئت. نعم قال يعني مصداق لما أقول إذا ابتليت بجار سوء ماذا تصنع؟ قال ابن الورد في لاميته لا لجار السوء إن جارا وإن لم تفلاك فما أهلنا غلوبكم. ما في ماكم؟ مسيجين؟ مقبلين؟ رابطين داخل سكر؟ لأننا نحن حظائر عندهم، لأننا حظائر عندهم غنم عندهم. والآن سمعت من يقول شو كل سورة يا أخي يعطي نحن مبسوطين؟ طيب عم ناكل ونشرب؟ طبعا أنا أعذره لأن حافظ الأسد خرج جيلا منذ 50 عام أكثر قليل يفهم سلاسل أمور كالغنم في الحظيرة أكل وشرب وعدم. هذا هو السبب يقولون نحن ليش تبكوا الثورة؟ شركوا الحرية. نعم حق له أن يقول ذلك لأنه تربى هكذا، تربى منذ 50 على البلاد، رأسه في النملية وأسفله في التواليت، هذا هو مطلوب. عم يأكل يشرب. نعم إذا هذه الأرض أيها الأخوة، هذه الحدود والحواجز أفرزت أرضا بلا رجال ورجالا بلا أرض. ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامة الدنيا. هذه الأرض ليست لأحد دون أحد، فمن يضغ به مكانه فيذهب إلى مكان آخر. وهذا مناقض للخلاف. الإنسان خليفة الله في الأرض، جعلكم خلائف، إني جعل في الأرض خليفة. كيف يخلفني الله في الأرض ولا أستطيع أن أكمل؟ أنا مغموض بدون السكة، أنا حاطين على المعلم. أين الخلافة تكمن التي قررها الله عز وجل إن لم تستطع أن تجوب الأرض كلها؟ ما جلال أحسن منا؟ الأرض كلها للأنام كلهم. انقلوا هذا للشرب كله. والأرض وضعها للأنام. وهذا يتناقض أن يحدد بأسوار أسلاك الشركة وكل مصطنعة. ماذا؟ هذا معنى يقال يناقض تماما قوله تعالى واستعمركم فيها. طلب الله عبارتنا، هناك أرض بلا رجال ورجال بلا أرض، هؤلاء يحتاجون إلى هذه وهذا. هذا الاستعمار، استعمار يعني طلب العمارة، لكن فهمت هذه الكلمة خطأ. وهذا مناقض للخلافة في الأرض، جعلكم خلائف الأرض واستعمركم فيها وطلب منا عمارتها، فكيف أعمرها وأنا محبوس مسجون محظور علي أن أخرج من أرضي؟ ولأن الخلافة لم توزع على جماعة على أرض، لكن الإنسان كل إنسان خليفة الله في أرضه. فأرض في بلاد تحتاج إلى أناس، وأناس في بلاد يحتاجون إلى أرض، وهناك لا نسمح لموجود أن يخرج ولا خارج أن يدخل. هذه الآية قيلت في الأمم المتحدة إن في القرآن آية لأخذ بها العالم لضمن لهم الرخاء والاستقرار، وهي الآية العاشرة في سورة الرحمن قوله تعالى والأرض وضعناها. فأرض الله واسعة فصارت ضيقة بهذه الحدود، هذه القيود، وهذه مناقضة الخلافة ومخالفة ومناقضة لقوله تعالى واستعمركم فيها. إن الذين وضعوا الحدود والحواجز أخذوا لأنفسهم. ماذا أخذوا؟ ما أخذوا ما تعد أرض الله واسعة. لم تعد أرض الله واسعة لأنهم قيدوها لأنفسهم التي تستقبل خلق الله من كل مكان، إنما جعلوها أرضهم وأخضعوها لهم. فانظر إلى الخرائط، أكبر دليل على ما أقول. شوف الخريطة، والله يا أخوتي والله كنت أنا صغير أنظر إلى خريطة سوريا، ليش ما عملت بيتي من هون بيتي طلع؟ شوف
ما السبب؟ هل تساءلتم بالسبب؟ قلت للأخر هل هناك خريطة بشكل مربع، بشكل مستطيل، بشكل مسلسل؟ أبدا، لا يوجد خريطة في الكون إلا معوجه. لماذا؟ لأنها خضعت الأمور، سأقول لها. فانظر إلى الخرائط تجعل شكل لسان معوج، هي داخل البحر وهي خارجه، وهي كل هذا لم تكن مستقيمة. لماذا جزء الأخوة في هذه الأرض، في هذه الدولة؟ لأنه تقسيم عصبية، تقسيم قبلية، تقسيم جنسية، تقسيم قومية، تقسيم دينية، كان ينبغي أن نجعل الأرض مستقيمة. أكبر دليل على ما ذلك هذه الحقول التي تحل العقول. أرسل أخي السوري، ليش بدأت أخي السوري؟ ما الذي جعل هذه وهذه التكملة؟ إذا ضاق الرزق بك طلبت هنا، الفساد حصل مما دخلت يد الإنسان. فمثلا حينما ضاقت أرض سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا حرقوه واصلوها لأنهم كنتم فاعلين. شو قال؟ قلنا يا نور يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنجيناه الأرض التي باركنا، تعلم الأرض ما عندك شيء منه. أنت محبوس مع، يعني أحيانا تحبس مع الزاد منهم، خلاص هكذا فرض عليك الحكومات، أنت مسجون عندهم، أنت طوال حياتك مسجون في سجن لا تخرج عن دائرته. ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه جواز سفر، لا يوجد. وإذا ضرب منك ثمن جواز سفر 5 ليرات طابع، 5 ليرات طابع، سقط عنك الحج، لأن الله لا يظلم، الله لا يظلمك. هذه الجرائم أصبح الطفل الصغير من جواز سفر، من أين لهم هذا؟ كل هذا يأتي بقانون جديد. إذا ضاق الرزق بك طلبت هناك، فما دخلت الإنسان هي التي أفسدت. سيدنا إبراهيم انتقل من أرض إلى أرض، فنجناه الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي سبيل من أرسل في سورة الأنبياء. فترك إبراهيم الأرض التي استعصت على منهج الله إلى أرض أخرى، وهاجر إلى أرض الشام. فهذه الأرض التي جاءت في سورة الرحمن هي عامة كل أرض، لكن أحيانا هناك آيات في القرآن الكريم إذا حدثت الأرض بحدث تكون خاصة. سبب على ذلك قال تعالى في القرآن الكريم، الآن أصدر الآيات التي تتكلم بالعموم. هو الذي مد الأرض أينما مشيت وجدت الأرض مدودة، ما لحقت، ليست الأرض بتوازى أطباع ولا مستطيل ولا شبه منحدر ولا مربع ولا مثلث، لأنه لا نهاية لها لتسير بها من أولها إلى آخرها، لا يعترض أحد. والأرض مددناها، والأرض مددناها، هذا دليل آخر، الأرض ممتدة لا تجد لها حواء ولا تجد لها نهاية لأنها كروية، معنى ذلك أنك تسير حيث شئت تتنقل، لا يستطيع الإنسان أيضا أن يوقفك أو أن يحجزك أو يحددك. مثلها أيضا والأرض بعد ذلك دحاها نفس الحكم، مثلها في سورة قار، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مثلها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مثل هذا فامشوا في مناكبها جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وخذوا من رزقي. فإن حددت بحوادث فسدت الأرض فاسدة لتحديد المجرمين لها بحوادث. إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الأرض، فقد يرغب الإنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر يعمرها فيرفض أهل تلك الأرض. هذه البيوت نشأت من السلطات الزمنية التي تحتكر الأماكن لنفسها. هل هناك من يمنع؟ هل وجدت رئيسا يمنع من أن يتجول في الأرض كلها؟ إذن هو محتكر الأرض نفسه. هناك بيئات تشتكي قلة القوت ويلزمها أيدي عاملة، وهناك بيئات تشتد كسر في الأيدي العاملة وانفجار سكاني ولا يوجد أرض عمل منها، وهي تصلح أن تزرع. فلو أن الأرض كل الأرض كانت الأنام كل الأمام لما حدث عجز ولما حدث انفجار سكاني، بينما كل الأماكن تقول ظلم خلقا وخلقا تقول، وهناك خلق وهناك أماكن بلا خلق وخلق بلا أماكن. ومثال على ما أقول، أكبر مثال على ما أقول، في السودان ثروات السودان تغني كل العرب، وهناك أبقار وأغنام ومواشي بالسودان لا مالك لها بالملايين، ومع ذلك يستوردون الجبن المنديل. نعم،
السجان سمع ذلك. 30 مليون بعيد فقط. والله كذبهم، كذب الله أهل السودان بقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني سائب سيد مو لحدا، ما في شيء اسمه ملكية الرقبة لا تسقط بالإسقاط، قاعدة فقهية مقولة من هذه الآية. اسمعوا يا أهل السودان، اسمعوا يا أهل السودان، ثرواتكم وأرضكم تغني كل العرب جميعا. السودان أكبر مثال على ما أقول. رد الله على أهل السودان قائلا في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، سائبة سيدة غنم ولا حدا، بشر جمال معز بقر أسوار، ما ولا حدا، هذا اسمه سائبة، هذا لا يجوز في القرآن. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذا رد على أهل السودان. ألا بالله إذا نفتح سجن عن هذا الحرامي الذي يسرق كل يوم مليون دولار، كل يوم مليون. فالإنسان نعم، وهذا ما أرشد القرآن إليه حينما تضيق الأرض ذرعا لصاحبها، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كيف بها نعم قبل هذه؟ هم اصطنعوا الحدود. قولوا للعرب وللعجم وللمسلم ولغيره: هل تعلمون معنى الآية والأرض وضعها لنا؟ فالإنسان ألم تكن أرض الله واسعة؟ قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. فالإنسان من ظلمه وجبروته وعدوه صنع تحديدا للمكان، فلا ينتقل إنسان من مكان إلى مكان. فذلك مناقض الخلافة، لأن الخلافة لم توزع كل جماعة على الأرض وجعلكم خلفاء الأرض، أيضا خلائف الأرض، أيضا جعل الأرض خليفة، وكل إنسان خليفة الله في أرضه، فقد جعل الله الأرض متضنعة متواضعة مسخرة مذللة لا لواحد. كل الأرض أي إنسان من كل إنسان، فإن لم ينتبه العالم إلى ذلك فسيظل العالم في شقاء. إن الكثافة السكانية تمنع من تجد الطعام السكان بلد ما، فما كمان أناس يموتون في مخيمات، أناس تحت الرمل، أناس لا يجدون الجلة يوقدون عليها ويستدفون بها، وبقية الناس يلقون أطعامهم الماء. هذه المشكلة. أرض الله واسعة ضيقها المجرمون، الأحزاب الكافرة الملحدة الظالمة الطاغية المارقة المرتدة الكافرة المشركة هي التي حرمت بني الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى، هي السكه رفعت عن معرفة. ما اريكم الا ما ارى، ما اهديكم الا سبيل الرشاد. ان الكثافه السكانيه تمنع تجد الطعام السكاني بلد ما، في حين ان الارض تحتاج الى ايدي عامله، وارض تحتاج الى ناس، وناس يحتاجون الى ارض. وكل ضجيج في العالم سببه ارض بلا رجال، ورجال بلا ارض، اذا ضاق بك مكان بك فازل الى اخر تجد ساعه. ومن ينقض هذه القضيه فعليه ان يعرف ان ياخذ الخلافه بغير شروطها. فالذي يفسد الارض نسي انه خليفه الله في الارض، قد تطلق على نقاط خاصه. احيانا الارض تطلق على اذا حدد في زمن، كما في قوله تعالى: فحسبنا دينه بداخل الارض، هذه الخاصه. اما اذا اطلقت فتشمل في القران في الارض كلها. ومثل ايضا قوله تعالى: فزروها تاكل في ارض الله، هذه خاصه. أما إذا أطلقت فهي تعني كل الأرض، والأرض وضعها للأنام. وقلنا لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض، هي كانت من قيد أين الأرض؟ الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لما ما سكنوها فوزعهم الله الأرض، روحوا مشتتين إلى قيام الساعة، وقطعناهم في الأرض أمما، لأنهم أبوا هذا الكلام. قال تعالى: قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فما دخلوها كانت أرض خاصة. لذلك الآن حلمهم مشتتون مشرزمون، لا يوجد لهم مكان جميع اليهود يستقرون به، أن الله حكم عليهم إلى قيام الساعة. ختاما، كيف الوصول إلى الحرية المطلقة؟ الآن آخر كلمة أقول بها: الوصول إلى الحرية المطلقة حينما تنفصل، تتصفى العبودية من الشوارع من كل شيء. ما عاد يسمي الآن وعود على ما وعود على نساء، وعود على دين، على سيارة، على جنة. إذا
العبودية للاستقصاء لله. كيف الوصول حرية؟ حينما تتصفى العبودية للشوائب الغيرة تصبح حرا لعبوديتك الخاصة بالله. إنك لا تصل إلى صريح الحرية، وعليك من حقيقة عبودية بقية. لن نصل أبدا إلى حقيقة الحرية ما دام هناك فيها شائب من شائب العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. الختام، أتمنى على الزمان المحايد أن ترى مثل الداية طلعة الحرين. من أراد الحرية فليصل العبودية. المكاتب عقل ما بقي عليه درهم، المكاتب عقل ما بقي عليه درهم، يعني يبقى الإنسان عبد لغير الله ليس بنفسه شيء. إن الحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها. من أراد أن يذوق طعم العبودية ويستريح من العبودية فليطهر السرير بينه وبين الله تعالى. من دخل الدنيا وهو عنها الحر افتح عليه أخيرا وهو على الحر. الحر عبد القناة والعبد الحر إن قناة أقنع ولا تقمع فما شيء سوى فما شيء سوى فما يشير الحر فما شيء سوى يشير سوى. الحمد لله رب العالمين، نزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.